أهلا، يا مساء الخير. طبعا اليوم والله كنت ما راح أصور فلوق، لكن اللي صار أنه قلت يلا بلاش الكسل يا دينا، قومي تحمسي، لأنه الأمانة أتحمس مرة مترى مثلكم بالفلوقات إني أنظف. المهم ريفان موزعة ألعابها بغرفة النوم بكل البيت. المهم رتبت سريري، رتبت غرفة النوم، ترتيب اليومي، وبعدها عاد توجهت للصالة، نظفت طاولة الطعام ونظفت طاولة القهوة. رغم أني أنظفها بشكل يومي، لكن للأمانة غبار بشكل. بعد ما خلصت رجعت كل شيء مكانه، لقيت هالملابس في الصالة، زوج للبيع يرمي ملابسه في الصالة. المهم مسحت الأرضية، وبعدها عاد شغلت البخور، بخرت الصالة والمدخل، حطيت البخور في الصالة عاد، ودخلت المطبخ قلت أسوي كيك للقهوة، كيك الشوكولات. المهم اعتمدوا هذه الوصفة يا بنات، مرة لذيذة، مرة مرة لذيذة. طبعا خليط بيتي كروكر الجاهز بالشوكولات. والتشريب يا بنات ايش نحتاج؟ راح نحتاج حليب بوني، اللي هو حليب مركز، نحطه على النار مع ملعقة نسكافيه تقريبا وملعقة شوكولاتة بودرة، عرفتوا، نخلطها لين ما يتجانس معنا الشوكولات، ونحطه في الثلاجة يبرد. إذا استوت الكيك نشربها بهذا الخليط. على الوجه راح نحط قشطة وملعقة نوتيلا. مرة مرة يا بنات لذيذة، اعتمدوها. بالمرة قلت أسوي عشاء اللي هو فوتوتشيني الكذاب. المهم لأنه أبو الشباب ما يحب البصل، فحطيت ثوم، وبعدها حطيت صدور الدجاج، فلفل أسود، كمون، وبهارات الكاري، وبقدونس، وكريمة طبخ، وشوي حليب سائل. هنا معانا كائن لطيف مزعج قاعدة تساعدني يعني كذا. المهم أخذتها حطيتها بخيمتها ورجعت كملت شغلي، حطيت الأكل، تغدينا الحمد لله، وبعدها عاد بدأت تنظيف في المطبخ كالعادة. نبدأ بالفرن، نظفته بالكلور والفيري، وبكذا الكيك صار جاهز. طبعا خليتها تبرد شوي، وبعدين شربتها وحطيت الصوص عليها وحطيتها بالفريزر شوي تبرد. وبعدها عاد نظفت المواعين، فقرتي المفضلة، نظفت الدواليب أو طاولة المطبخ برضو بالفيري والكلور، وآخر شيء نظفت المجلة، نفس الشيء حطيت فيري وكلور وبستكلين. أستمتع مرة بتنظيف المطبخ أكثر من البيت. آخر شيء عاد حطيت الزباين الله يكرمكم، كالعادة نحطها عند الباب عشان أبو الشباب يرميها. غسلت الأرضية وصلحت القهوة، وبكذا القهوة صارت جاهزة، وأكيد الكيك صار جاهز. آخر شيء بخرت المطبخ وتوجهت إلى غرفة النوم، جهزت ملابسي، لبست هذا الفستان اللطيف، تبخرت وتعطرت كذا، والآن عاد نجلس ونروق أنا وأبو الشباب والكائن اللطيف. طبعا ريفان حبستها بخيمتها، وبس والله هذا هو يومي بكل اختلاف.